بدأ الطلاب اللي اتظلموا على نتيجة الثانوية العامة إن هم يطلعوا على كراسات الإجابة بتاعتهم، وده طبعا طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون وطن في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هتبدأ النهاردة تمكين الطلاب اللي اتظلموا على نتيجة الثانوية العامة إن هم يطلعوا على كراسات إجاباتهم داخل الكنترولات. يعني كل طالب قدم تظلم هيبدأ من النهاردة نقدر يشوف ويطلع على صورة كراسة الإجابة بتاعته عشان يبدأ يشوف ويدون ملاحظاته على الإجابات اللي هو شايف إن هو فيها تضرر، أو من وجهة نظره شايف إن هو أجاوب بشكل صحيح وما خدش الدرجة بتاعت هذا السؤال. كل طالب يدون ملاحظاته بالقلم الأزرق في ورقة معينة لهذه الملاحظات، وبيتم تسليمها طبعا مع صورة كراسة الإجابة عشان يتم مراجعتها ونشوف الطالب ليه حق ولا لأ. كمان وزارة التربية والتعليم أكدت إن التظلمات نتيجة الثانوية العامة هتستمر لمدة أسبوعين. طبعا باب التظلمات فتح يوم الخميس 3 أغسطس، وهينتهي التقديم على التظلمات يوم 17 من نفس الشهر. الوزارة قالت كمان إن أعمال التصحيح تمت بصورة عالية من الكفاءة والدقة، لكن أي طالب من حقه طبعا إن هو يتظلم على نتيجته لو شايف من وجهة نظر تانية وإنه ليه حق في بعض الدرجات اللي ما خدهاش. وأكدت الوزارة إنها بتشتغل بشكل دائم على مصلحة الطلاب وتحقيق هذه المصلحة. طبعا وزارة التربية والتعليم حطت بعض التعليمات المهمة للطلاب المتظلمين قبل ما نطلع على كراسات الإجابة. يمكن أهم حاجة في هذه التعليمات لأول حاجة طبعا دفع رسوم التظلم 200 جنيه على كل مادة في أي مكتب بريد أو فوري، والعديد من الخدمات طبعا اللي هي تحويل المالي لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. طبعا 200 جنيه زي ما قلنا من شوية تظلمات دي لكل فرع من فروع مادة الرياضيات، يعني الرياضيات فيها كذا فرع، كل فرع بيعتبر كأنه مادة مستقلة، يبقى 200 جنيه لكل فرع منهم. كل طالب متظلم اللي يخش على موقع وزارة التربية والتعليم عشان يسجل المواد اللي عاوز يقدم تظلم فيها طبعا، وبيحط رقم إيصال الدفع ورقم القومي ورقم الجلوس والاسم والإيميل الموحد اللي كل طالب بيقدر طبعا ياخده من المدرسة بتاعته. لازم الطالب كمان اللي عايز يقدم تظلمات ثانوية عامة يحضر بنفسه في الميعاد والساعة اللي متحددة له. لازم الطالب يحضر بنفسه في الموعد المحدد ليه عشان يطلع على صورة كراسة الإجابة عشان يدون ملاحظاته. اللي هتخلف عن الموعد المتحدد ليه مش هيبقى ليه حق ان هو يتقدم مرة تانية ولا تظلم ولا هيشوف الورقة بتاعته. مسموح كمان ان يحضر مع الطالب احد والديه، يعني الاب او الام، ودول فقط المسموح لهم ان هم يحضروا وجود الولد مع الورقة بتاعته للاطلاع على صورة الإجابة بتاعته داخل الكنترول. طبعا ده بيتم التأكد من شخصية المرافق للولد الطالب او الطالبة بموجب بطاقة الرقم القومي اللي بتأكد وتثبت صلة الطالب سواء كان معاه والده او والدته، لكن ممنوع تماما اصطحاب اي شخص اخر بخلاف الاب او الام. الطالب المتظلم لازم هو داخل اللي يشوف ورقه الاجابه بتاعته او صوره ورقه الاجابه بتاعته يقفل تليفونه المحمول، وممنوع استخدامه نهائيا ولا استخدامه في التصوير اثناء الاطلاع على صوره كراسات الاجابه، وده بشكل نهائي. كمان ممنوع اصطحاب مدرس الماده او اي شخص زي ما قلنا من شويه بخلاف الاب او الام اثناء الاطلاع على كراسه الاجابه، واي واحد هيخالف هذه التعليمات بيعرض المعلم لمساءله قانونيه. لو في اي معلم راح مع اي طالب ممنوع انه يخش ما دام ما فيش بينهم صله قرابه كاب او ام، ولو دخل هيتعرض هذا المعلم للمساءله القانونيه. من التعليمات كمان انه ممنوع تدخين تماما داخل اللجان الاطلاع على التظلمات اثناء الاطلاع طبعا على صور كراسه الاجابه داخل كنترولات الثانويه العامه، وكل طالب هيجيب معاه قلم جاف ازرق زي ما قلنا من شويه وبيطلع على كراسه اجابته او صورتها عشان يدون ملاحظاته عليها. بعد ما الطالب بيخلص ويطلع على صوره كراسه الاجابه بيدون ملاحظاته على الاسئله او السؤال اللي متضرر منه في ورقه الملاحظات اللي متسلمه له طبعا اثناء الاطلاع، وبيسلم صوره كراسه الاجابه وطبعا بيسلم ورقه الملاحظات لحد ما يتم ايه تصحيح مره اخرى ومراجعه الملاحظات اللي الطالب حطها وشايف انه له حق في بعض الدرجات وطبعا هو تظلم بسبب هذا الموضوع. وزارة التربية والتعليم أكدت إن أي طالب هيكون درجات خلال اطلاع تظلمات هيتم إضافتها فورا ببيان نجاح جديد، وهيتم تسليمه للطالب ولوزارة التعليم العالي، وطبعا ده أمر فات الأهمية. ربما بعض الطلاب تفر معاهم درجة أو اتنين يروحوا من كلية لكلية أخرى. في النهاية طبعا نتمنى التوفيق لكل الطلاب الثانوية العامة، ولسه قدامكم مراحل كتيرة جدا جدا. كل التوفيق إن شاء الله في اللي جاي، وانتظرونا في خدمات إخبارية جديدة خلال الساعات اللي جاية إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.